يا هلا والله والسلام عليكم، معكم علي من قناة دار جيمينج تي في. اليوم شباب بهذا المقطع رح نتكلم عن آخر أخبار وتسريبات لعبة فورتنايت، وبرضه رح نتكلم عن عودة فورتنايت لأجهزة الأبل. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تحطوا كود الايتم شوب عندكم ربي يسعدكم AKOO، وإن شاء الله ححاول نزل يومي على بين ما يرجع التفاعل للقناة. لكم مثل ما لكم شايفين راجعوا آخر 4 فيديوهات، التفاعل مو أحسن شيء، بس شكرا لكم على كل أحوال على تفاعلكم يا شباب. ويلا هلا خلونا نبدأ. اوكي شباب، الاخبار جدا قليلة معي اليوم، فعشان هيك المقطع رح يكون شوي قصير. المهم اول شي معنا تم تسريب حزمة طاقم فورتنايت الشهري، اللي هو رح تم تسريب يعني شكل السكن. طبعا هو متسرب من الفيديو اللي قبل ورضحت لكم اياه، تمام، لكن اليوم تسرب جميع اغراضه، من سكن، شنطة، بيكاكس، اي كل يعني حرفيا كل اغراضه. فبترككم مع الفيديو لاستعراض جميع اغراض هذا السكن. طبعا شباب تحديات الاسبوع ال 12 نزلت معنا، من ضمن هذه التحديات في تحدي يطلب منك انك تزور القنبلة اللي حيتم تفجير فيها السفينة الفضائية. فهذا هو شكل مثل ما كم شايفين بالصورة، هذا هو شكل المكان اللي حيطلب منك تروح عليه. وطبعا هذه هي القنبلة اللي مثل ما سربنا لكم راح يتم فيها تفجير السفينة الفضائية. وطبعا تسريبات مثل ما قلنا لكم قليلة، ما بقى غير نحكي عن اجهزة الابل. طبعا يا شباب لعبة فورتنايت مضى عليها أكثر من سنة اللي تم حذفها من أجهزة الأبل على الجوال، وطبعا لاعبين الجوال كتير مظلومين من هالناحية، لأنه حذفت اللعبة منهم ودافعين عليها، والمطورين قاعدين يتخانقوا من يمين لشمال، وكل هذا مشان ربح، وكل هذا الخسران هو أكيد هو اللاعب. المهم يا شباب عندي لكم خبر مفرح يا لاعبين الجوال. طبعا أعلنت شركة أبل أنها ستسمح للمطورين أن يتم إعادة ميزة شراء عبر إيبك جيمز ومن جديد، والذي كان هو السبب حذف لعبة فورتنايت من أجهزة الايفون، فاذا احتمال كبير ان تعود اللعبه من جديد في اقرب وقت. يعني مثل ما انكم شايفين المقال اللي كاتبينه هذا يا شباب، يعني ابل رجعت ميزه اللي بسببها تم حذف لعبه فورتنايت. يعني هذا واضح انه ايبك جيمز فازت بالقضيه، واللعبه تبعهم راح ترجع لاجهزه الابل في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله قريب راح يتم اعلان عن رجوع اللعبه. فهيك يا شباب اختصرنا لكم جميع الاخبار والتسريبات اللي معنا لهذا اليوم. وطبعا التسريبات اخر فتره جدا قليلة، ورح يصير تعديل على محتوى القناة، بس بتمنى يا شباب يرجع التفاعل مثل الاول، وان شاء الله حرجع ننزل تحديات الاسبوعية واشياء كثيرة كده حيرجع القناة، لكن مع بداية الموسم القادم. استنونا بمقطع جديد بكرة يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.